مرحبا، معكم سوها من سوهاز ديشز. وصفة اليوم من أكثر الوصفات شعبية، الطريقة سهلة والمكونات متوفرة، خلقنا وربينا على هالوصفة. رح تشوفوا بهالفيديو طريقة تحضير المعكرونة أو المعكرونة بالطريقة القديمة مثل ما كانوا أمهاتنا يحضروها. ولادي وقت ما كانوا صغار كانوا يسموا هالوصفة معكرونة لبنان، وبعدنا لليوم منسميها بالاسم نفسه. بهالفيديو رح تشوفوا طريقتي بتحضير هالوصفة. بتمنى تشتركوا بقناة سوهاز ديشز على يوتيوب، صفحتي على الفيسبوك سوهاز ديشز، تابعوني على انستغرام. خلينا هلأ نشوف طريقة تحضير هالوصفة. بزيد على الطنجرة اللي رح أطبخ فيها ربع كوب زيت زيتون. الحرارة أكثر من الوسط بدها تكون. على الزيت تزيد كوب واحد بصل، بصل مفروم. رح أقلب البصل والزيت حتى تذبل البصل. البصلي بس تذبل منزيد عليها الثوم واللحمة. هيدي المعكرونة رح نعملها مع لحمة، أكيد فينا نعملها كمان من دون لحمة، نتركها نباتية. وفي حال تركناها من دون لحمة بنقدر نضيف عليها بالآخر عند التقديم صدور الدجاج المشوية بالفرن. رح أترك لكم الرابط بصندوق الوصف بتشوفوا طريقة تحضير صدور الدجاج المشوية بالفرن. من وقت للتاني بعملها من دون لحمة، وعند التقديم بزيد عليها الدجاج المقطع شرائح رفيعة، يعني صدور الدجاج المشوية بالفرن. شفتوا الطريقة والفيديو موجود عندي على القناة. كرمال هيك رح اترك الرابط بصندوق الوصف. هلأ بقلب البصل من وقت للتاني حتى البصل يبلش ياخد لون أشقر، يعني بس بدنا انه البصل يدبل ما بدنا نحمله. وهيك البصلة بتبين بعد 3 دقايق. هلأ بزيد 6 حصوص ثوم مهروسين بطريقة خشنة، ما نقعمتهم كتير، هرستهم مع ملعقة صغيرة من الملح. أكيد بتقدروا تقللوا الثوم أو تزيدوا، ما في أي مشكلة. مباشرة بزيد اللحمة 300 جرام لحمة، أنا فرمتهم بالسكينة على اللوحة. أكيد بتستعملوا إذا حبيتوا اللحمة الناعمة المفرومة اللي بتشتروها جاهزة. كان عندي قطعة ستيك فرمتها يدويا بالسكينة على اللوحة، ما بحب اللحمة الناعمة بالطبيخ. رح زيد ملعقة صغيرة ملح، كمية البهارات كثير قليلة، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، ربع ملعقة صغيرة 7 بهارات، وربع ملعقة صغيرة قرفة. مع المعكرونة ما بدنا انه نكهة البهارات تتغلب على الوصفة، بس بدنا ننكه اللحمة. بما انه نحن مستخدمين لحمة بهالوصفة، اكيد بدنا ننكه اللحمة بكمية قليلة من البهارات. اذا رح حضرها نباتية من دون اللحمة ما بحط الا ملح وفلفل اسود بس. بقلب اللحمة كمان شي دقيقتين، ما بتاخد اكتر من دقيقتين او 3 دقايق حتى تستوي وما تعود مبينة انها ني. هيك اللحم استوت، وفي حال نزل منها شيء قليل من المي، المي بتكون نشفت. بهالوقت بزيد 2 كوب مي سخنة كتير او مي عم تغلي، وبس يرجع الغليان الكامل بخفف الحرارة وبترك اللحمة تغلي مع المرقة مدة نص ساعة حتى يطلع عندي مرقة نكهتها طيبة. وهيك رح خفف الحرارة واترك اللحمة تغلي على حرارة خفيفة كتير مدة نص ساعة، واكيد بدي غطي الطنجرة.
بطنجرة كبيرة رح اسلق المعكرونة. حطيت 4 لتر من المي، بس تبلش المي تغلي رح زيد ملعقة كبيرة، ملعقة طعام ملح. بهالوقت منزيد الملح. وكسرت المعكرونة بس بالنص، علبة معكرونة 1 باوند او نص كيلو حسب المتوفر لإلكم. بحرك المعكرونة بس نزيدها على المي، بيوقف الغليان مثل ما انتو شايفين. بحرك مرتين ثلاثة بأول دقيقة وبنتبه لحتى ترجع المعكرونة تغلي من أول وجديد غلوة كاملة. بتركها ساعتها حتى تستوي حسب ذوقي، في ناس بيحبوها مستوية زيادة، في ناس بيحبوها الدنتي، حسب ما انتو بتفضلوا. كتير مهم انه كمية المي تكون كبيرة حتى المعكرونة او اي نوع من الباستا يغلي برياحة بالمي وما يلزقوا على بعض. شايفين؟ ضلني بنتبه عليهم وبحركهم باول دقيقة حتى اتأكد انه المعكرونة ما رح تلزق مع بعضها. ما بزيد زيت على المي بكل بساطة لانه ما في لزوم انه نزيد زيت، الزيت ما عنده ولا اي مهمة بسلق المعكرونة. حطيت علبة المعكرونة كلها، طبعا بتقدروا تضاعفوا الكمية وبتقدروا تحضروا هالوصفة نصها حسب ما انتو بتحتاجوا. بس تبلش المعكرونة تغلي بعمل حسابي انه اللحمة صار مارق على غليانها نص ساعة. هلأ رح زيد على اللحمة والمرقة رب البندورة. دوبت علبة من رب البندورة وزنها 170 جرام باتنين كوب من المي. بحركهم. هلأ رح ارفع الحرارة حتى المرقة ترجع تغلي، بس نزيد عليها رب البندورة رح يوقف الغليان. رح زيد ملعقتين صغار حبق يابس يعني ريحان، وعندي ملعقة كبيرة من الزعتر. بفرك الزعتر هيك بين الايدين حتى ناعمهم. ملعقة كبيرة، ملعقة طعام زعتر بلدي من الزعتر اللي بجيبه معي من لبنان. اذا بتشتروا الاوريجانو كمان بتقدروا تستعملوه، بتحطوا ملعقتين صغار اوريجانو. وهلأ بانتظار انه المرقة ترجع تغلي بخفف النار وبغطي الطنجرة وبتركها تغلي على حرارة خفيفة ربع ساعة. بهالوقت بتكون المعكرونة استوت. هيدي علبة رب البندورة اللي استعملتها. وكمان بقدر استعمل صوص البندورة توميتو صوص، كمان العلبة اللي بيكون وزنها 425 جرام حسب المتوفر لإلكن تشتغلوا. صفيت المعكرونة ومباشرة هي وسخنة وعم تغلي كانت بزيدها على المرقة، ما منغسلها بالمي الباردة. الصوص سخن، المعكرونة سخنة، ما في لزوم ابدا لغسيل المعكرونة بالمي. بحرك المرقة مع المعكرونة، وقبل ما صفيها بشيل من مية سلق المعكرونة على جنب حوالي كوب واحد. هيدا الكوب بستعمله اذا بدي رخي المعكرونة، اذا بشوف انه المرقة قليلة وحابة انه زيد مرقة، بدل ما زيد مي عادية بزيد من مية المعكرونة. هلأ رح ارجع غطيهم واتركهم يغلوا حوالي دقيقتين بس حتى المعكرونة تشرب النكهة والطعم الطيبة من المرق. وهيدي المعكرونة التقليدية القديمة اللي كلنا منحبها صارت جاهزة للتقديم. إذا منحب كمية المرقة كتيرة منزيد كمية المي،
واذا منحبها قليله منخفف الكميه. انا عملتها اليوم كميه الصوص وسط، منه كتير زايد ولا ناشفه. خير الامور الوسط. كل المكونات والعيارات بتلاقوها مكتوبة بصندوق الوصف بالعربي وبالإنجليزي وبكل التفاصيل. بتمنى تجربوا هالوصفة وإن شاء الله تعجبكم.